الأول والتهنئة أيضا وصوله للمركز الثاني عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي على انتزاع مستور المركز الثاني. على بركة الله مشاهدينا الكرام نتحرك بالإثارة، نتحرك بالتحدي، نتحرك أيضا بمسارنا المنطلق وشوطنا التاسع الخاص أيضا بالأبكار الفطامين ضمن هذه المنافسات التي تأتي من الدعم من سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث يدعم هذه الانطلاقات الصباحية ويدعم هذا الجيل، الجيل الصاعد إلى أيضا إلى الرموز وإلى الختاميات. نسير مع البداية ونتابع صدارة هذا الشوط، نتابع يا بن زعل غير البداية، هناك العنود عبد الله بن محمد بن زعل الفلاسي يقدم لنا العنود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط المركز الثاني، ثاني المراكز. هناك شجاع تنطلق هناك شعاع تنطلق شعاع راشد بن سعيد بن علي الاكتبي مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز مشاهدينا الكرام الشاهنية سعيد بن يمع ابو خميس الغويص السويدي مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز الله يا بن يميع الله يا بن يميع عيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع يقدم لنا هناك رعبوبة مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز تعود الشاهنية خليفة بن هناك خليفة بن حميد هناك سعيد بن خليفة بن يمعة الغويص السويدي، ولكن نعود مع البداية، نعود مع شعاع على المركز الأول راشد بن سعيد بن علي الاكتبي يقدم لنا شعاع على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله يراعي شعاع، الله يراعي شعاع على البداية وعلى صدارة هذا الشوط راشد بن سعيد بن علي الاكتبي على فوز شعاع بالمركز الأول بدون أوامر، بدون أوامر العصف الأبطال، العصف الأبطال انطلاقة تلقائية، انطلاقة تلقائية. تهانينا والناموس راشد بن سعيد بن علي الاكتبي على فوز شعاع بالمركز الأول، تهانينا والناموس المركز الثاني، المركز الثاني بن زعل والمركز الثالث، المركز الثالث كان فيه أيضا الحصينية علي بن يابر بن حمد بن مصلح الحبابي. نعود مشاهدينا الكرام بالتهنية لمالك شعاع راشد بن سعيد بن علي الاكتبي على انتزاع شعاع المركز الأول، تهانينا والناموس.